تقدر تقول لا؟ أكيد لا. أكيد لا دائماً لشعار حملة أكاديمية أيادي المستقبل في حربها ضد المخدرات، واللي نتابع معها فعالياتها أسبوعياً. هي حملة تهدف لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر تعاطي المخدرات وتسليط الضوء على طرق الوقاية والعلاج للحد من الإدمان ووقف انتشاره. وينشر أيادي المستقبل أيضاً مقطعاً تثقيفياً على منصات التواصل الاجتماعي يشرف عليها مختصون بهدف مكافحة آفة المخدرات. هذا الأسبوع نتحدث عن دور العلاج النفسي ومستوياته المختلفة في إعادة تأهيل المدمنين، بالإضافة لدعم الأسرة في التعامل مع مشاعر الذنب لدى المدمن. تنضم إلينا من الرياض الاختصاصية النفسية في مركز إدراك للطب النفسي وعلاج الأدمان رزان بن عبدان. أهلا بك معنا في صباح العربية ويسعد صباحك. يا هلا ومرحبا. مرحبا، صباح الخير. يعني المخدرات والإدمان وعلاج الإدمان يعني مواضيع صراحة مهمة، ومهمة جدا خصوصا في هذه الفترة الأخيرة اللي قاعدين نشوف فيها حرب على المخدرات في المنطقة. دور الأهل في أنهم يحاربوا هذه الآفة ما هو وما أهميته؟ نعم، شكرا جزيلا لك. في الحقيقة الحكومات بذلت مجهود جدا كبير، وقطاعات الحكومة بالتعاون في احتواء المدمن وتقديم المساعدة له. لكن للأسف يغيب عن البعض دور الأهل، سواء في مساندة المدمن أو في أنهم يعني يحصلون على المساعدة المطلوبة. فغالباً تلقى الأهل يقولون هو أول وبعدين حنا، هو أول لما هو يصير طيب أنا بصير طيب. بس بالحقيقة أنه هو دور متكامل، والعلاج المفروض يكون موجه لجميع أفراد الأسرة لنحقق أكبر قدر ممكن من ال... طيب برزان، خليني إذن أنقلك إلى موضوع يعني قريب وهو مختص بهذا المدمن. يقولون يعني لا يعرف الجرح إلا من به ألمه. هذا المذنب أو شعور بالذنب لهذا المدمن، كيف من الممكن أني أنا أزيله من داخل نفسه ليكون على الأقل إنسان شبه طبيعي ويندمج مع هذه العائلة طالما هو عنده شعور بالذنب؟ ممكن ينتكس. نعم، هو جزء صحيح، هو جزء من العلاج الموجه للمدمن هو أنه يتعامل مع مشاعر الذنب. ولكن بالحقيقة إحنا لازم برضو نركز على مشاعر الذنب اللي عند الوالدين. في دائما شعور بالتقصير من الوالدين، أنه ممكن إحنا سبب في أنه ابننا سلك سلوك الإدمان، ممكن أنا سويت شيء غلط، ممكن تربيتي ما كانت ممتازة، يمكن أنا شديت عليه بقوة، يمكن أنا رخيت عليه بقوة. أيا كان شعور الذنب عند الوالدين يجب احتوائه من قبل الاختصاص النفسي، بحيث أنه بعد ما ينهي المدمن العلاج يكون الأهل ما يبالغون في تدليله عشان يعني يغطون على عقدة الذنب اللي عندهم. طيب يمكن الأسوأ من الذنب يصبح هذا الشيء، يمكن الأسوأ من الذنب هو اليأس. يعني ممكن الأهل يوصلون إلى مرحلة ييأسوا من علاج ابنهم أو يعني المدمن لديهم، بالتالي ماذا تقولين لهم إذا وصلوا هالمرحلة؟ صحيح، هو المهم بالنسبة لنا أنه نحتوي الأسرة، لأنه بالنهاية محيط المدمن هو اللي يحدد هل يعود إلى سلوك الإدمان مرة ثانية أو لا. إذا كنا محيطين بالمحيط ومقدمين المساندة النفسية الممتازة للمحيطين فيه، فإن نسبة انتكاسة المدمن جدا منخفضة مقارنة بالبيئات أو المحيطات اللي ما تم احتوائها نفسيا. فبالتالي لما نقدم الدعم النفسي للأسرة والمساندة، فإحنا تقريبا هنا سوينا 40% من الوقاية من أن الشخص يرجع للإدمان مرة ثانية أو ممكن أكثر.
لأنه هو نفسه عنده شعور بالذنب وهو نفسه عنده مشاعر كثير متراكمة. طيب يعني رزان اليوم الأب أو الأم بكل بساطة يقول لك والله أنا هذا الولد كان راح يضيع مني، ما راح أضيع الفرصة مرة ثانية وخليه يروح، فبالتالي أنا أعمل اللي هو بحاجته، أدعمه نفسيا وماديا وكل شيء. المدمن هو بذات نفسه أيضا ينظر إلى الفترة اللي قضاها والعلاج اليوم، العلاج من الإدمان أيضا ب يعني نظرة شك، هل أنا راح أستمر، هل سأنتكس إلى آخره. باختصار كيف من الممكن أن يتعامل طرفي القضية مع هذه المرحلة؟ 1 2 3 4 ما هي النقاط؟ نعم، أولاً في تقديم العناية النفسية الممتازة للمدمن بأنه يودع إلى صحة نفسية ممتازة، يقدم له جميع أنواع العلاج النفسي التي يحتاج إليها. النقطة الثانية بالأهل، إذا أنا مثلاً عندي شك في نفسي فإنه من المفيد جداً بالنسبة لي أن يكون في أحد مساند ومساعد لي يدعمني بالطريقة الصحيحة، وليس بالدعم اللي هو أوكي روح وإحنا معك وكذا، بس كفعلاً تقديم موارد متاحة له كل الموارد، هذا بيشتغل عكسي نوعاً ما. فالدعم المناسب بالكم المناسب بالموارد المناسب للمدمن يقيه بإذن الله أو يرجع للإدمان مرة ثانية. ولكن بالنهاية لازم يعني نأكد على نقطة بأن الإدمان هي مشكلة المدمن وليس الأسرة وليس المجتمع. فخلاص أنت عاقل بالغ عندك مشكلة لازم تحلها، 1 2 3. المحيط نعم يساعد كثير، يساعد في الوقاية برضو من أنه ينتكس نعم، ولكن بالنهاية هي مشكلة المدمن بشخصه. واضح، شكرا جزيلا لك من الرياض الاختصاصية النفسية في مركز إدراك للطب النفسي وعلاج الأدمان رزان بن عبدان. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.